زيموسيون ديالي خصهم يكونوا لي زيموسيون ديال ميس اغاب اوزا اللي هي دائما فرحانه باغا تعاون الناس باغا تفرح كل شيء. المشاكل ديالي ولا المود ديالي كمروه خصني ننساها اون فوا نحط هذا التاج هذا. اهلا واضح معكم ميس اغاب اوزا 2022 مروه الحلو. اليوم اول اسوسياسيون غادي نمشي ليها في المغرب هي بيتي في كازابلانكا. انا منتجه هنايا في المغرب وفي لي زيتازوني كنخدم معاهم كبروجيكت مانجر في الماركتين. الدراسات ديالي درت سيونس بوليتيك في ليسانس وفي الماجستير درت ام بي اي ان انترناشونال بزنس اند ماركتين. اون فوا تدخلي لشي ايفينمون ديال ميس كتنساي بلي انتيا بلي انا مثلا مروه الحلو وكنرجع انا كنريبريزونتي لورغانيزاسيون وكنريبريزونتي ميس اغاب اوزا. دوكو لي زيموسيون ديالي خصهم يكونوا لي زيموسيون ديال ميس اغاب اوزا اللي هي دائما فرحانه باغا تعاون الناس باغا تفرح كل شيء. المشاكل ديالي ولا المود ديالي كمروه خصني ننساها اون فوا نحط هذا التاج هذا. ومنين خديت ميس الحمد لله لقيت بلي بزاف ديال لي زاميريكان صحابي وصحباتي انكوراجاوني بزاف فوطاو لي بزاف. منين كنت بديت الكامبين ديال تشاريتي حطوا دي دونيشنز كبارين. الحمد لله باسكو داكشي اللي كنت باغا نوصلو وصلتو وقلبت ليماج ديالي انا عند الناس ولا ديال ان ايرب وومن اون جينيرال عند لي زاميريكا ولي حاجه زوينه بزاف. كسا سوا ربحت او لا كان لو فيت انه عندي اون فامي اللي مشجعاني واللي في ظهري اهم حاجه بالنسبه لي. كل واحد فينا عنده حلم او لا عنده شي حاجه في قلبه باغي يوصل لها باغي يحققها وهذيك الحاجه ما بعيداش نهائيا مهما كانت كتبان لك بعيده راه غتقدر توصل لها. غير ثق في راسك وثق في القوه اللي عندك والقدرات اللي عندك وثق في الله سبحانه وتعالى وغادي توصل لاي حاجه كتمناها. فرحانه بزاف 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 بوجودكم معايا وبهذا اللقاء الغزال وان شاء الله نشوفكم عما قريب.